سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين والمستمعات في كل مكان. أمي، أبي، ما أغلى ما لدي في الكون، لا أحد يهتم لي بأمري إلا هما. لا أحد في كل صباح يرفع يديه إلى السماء ليدعو لي بالصلاح وبالتوفيق إلا هما. لا أحد يسعد لنجاحي أو لتوفيقي أو لإنجاب طفل أو لأي أمر قمت به في حياتي إلا هما. إنهما يحبانني حبا طاهرا خالصا لا ضيف فيه أبدا. أبي يتعب ويشقى ويهرق حتى يأتي لي بالمال الذي أسعد به بملابسي ودراستي حياتي وزواجي. أمي حملتني وأرضعتني وسهرت علي الليالي وسعدت بي وجعلتني مثلها تماما، ولم تبخل علي بأي علم أعطتني إياه. ولكن هيهات هيهات أن يكون كل الأبناء مثلي أو مثلك عزيزي المستمع والمستمعة ويعرف لأمه أو والده قيمة. هذا الشاب يدعى سعيد وهو من الجزائر. كان لديه أم يحبها حبا جنونيا وهو وحيدها. تزوج وأتى بزوجها دارسة مثقفة من عائلة محترمة، من تلك الأمور التي أكره دائما أن أتحدث عنها. ولكن الحقيقة أن لديها قلب أسود وشرير جدا. بالكاد أكملت عنده العام وأنجبت له طفل، وبدأت تضايق أمه بشكل جنوني وهستيري وتطلب منه ليل نهار أن يطردها من البيت. هو يحب زوجته ويحب طفله الجديد ويحب أمه، لكن قليلا أصبح لديه شيء ما يلهيه عنه. نسي أن أمه المسكينة قد أضاعت عمرها كله من أجله، ودحل إصرار شديد من الزوجة قبل الشاب سعيد أن يضع أمه في دار للمسنين. ولكنه كما قلنا يحب أمه، لم يختر أي دار للمسنين، إنما اختار دارا مشهورة لديها عناية طبية ممتازة ولديها غرفة مجهزة بكل شيء. أخذ أمه وضعها في دار المسنين على مضض. لن أقول أنه كان راغبا في ذلك كثيرا، ولكن الأم كرهت نفسها من جدالات زوجة ابنها التي لا تطاق، وما كان منها إلا أن قبلت بالأمر الواقع. ووعدها سعيد بأن يمر عليها بشكل شبه يومي. مر أسبوع، أسبوعان، ثلاثة، أربعة. استمر الوضع على مدة شهرين كاملين أعزائي المستمعين والمستمعات. عندما يذهب سعيد دائما لرؤية أمه، أمه صامتة تزداد من نحف. هي تجلس في مكان مجهز والطعام على أعلى مستوى والغرفة كما يقولون 5 نجوم والعناية الطبية، الطبيب يأتي في الصباح وفي الظهر وفي المساء. مع ذلك الأم مريضة، الأم متعبة، الأم خائفة، خائفة أعزائي المستمعين والمستمعات. سعيد منذ شهرين لم يذق النوم. في كل يوم لديه كوابيس كوابيس كوابيس، لأنه وضع أمه في دار المسنين وظن أن زوجته ستهتم به أكثر بعد أن يضع أمه في دار المسنين. والحقيقة أنها تفرغت لحياتها أكثر وأصبحت تزور فلانة وعلانة، وأصبحت تأتي بحفلة عند أختها ويجب أن تسافر إلى البلد الفلاني، لديها التسوق في المول كذا. على العكس أصبحت تهمل زوجها أكثر وأصبح يجلس في بيته وحيدا أكثر، لأن المربية تجلس مع الطفل وزوجته خارج المنزل، وحتى أمه التي كان يجلس معها ويحاورها لم تعد موجودة، والأحلام ليل نهار تلاحقه هنا وهناك. ذهب إلى أمه في هذه المرة ورأى كدمات بسيطة. ذهب فجأة في المساء، قال أريد أن أرى أمي. قالوا له توقف، ولم يسمحوا له بالدخول إلى الغرفة، جعلوه ينتظر ساعة كاملة في الاستقبال، ثم بعد ذلك قالوا له تفضل لترى أمك. استغرب، هو لديه أوقات معينة للزيارة يأتي بها، لكن لكثرة ما كان متضايق وأحس أنه ظلم أمه وأراد أن يذهب إليها. استغرب أن الأم كانت شديدة التعب وشديدة الأرهاق ومن تلك الأمور أعزائي المستمعين والمستمعات، وكان كلما حدث نظرت بعينان حائرتان وقالت الحمد لله يا ولدي، الحمد لله يا ولدي. فشكه قلبه بأمر ما، قال لابد أني ظلمت أمي والله سيظلمني في الدنيا والآخرة، شيء ما يحدث مع أمي وأمي لا تريد أن تحدثني به. كان منه إلا أن قال علي أن أراقب أمي، فأحضر كاميرات صغيرة الحجم، قام بوضع واحدة في سوار يد أمي، أي أحضر لها سوار وفي داخل السوار كاميرا، كيفما تحركت يستطيع أن يرى أمه بشكل جيد، ووضع كاميرا في زاوية الغرفة دون أن يراه أحد، وربط الكاميرا بجواله
يستطيع أن يراقب أمه من خلال جواله. دفع مبلغا جيدا جدا، يعني مبلغ باهظ في هذه الكاميرا. هو يريد أن يرتاح، يريد أن يعلم لماذا أمه باتت نحيفة، ما سبب الكدمات على وجه أمه اليسار، ومن تلك الأمور لماذا أمي لا تتكلم، ومن تلك الأمور لماذا أموري بدأت تستاء، لماذا أموري لم تعد جيدة كما كانت في البداية، لماذا حياتي أصبحت أسوأ، ومن تلك الأمور. صعد إلى السيارة، وضع الجوال وبدأ يراقب الكاميرا ماذا يحدث مع أمه مباشرة. بقي جالسا تقريبا ساعة ساعة ونصف ضمن السيارة. ما رآه سعيد في الكاميرا أصابه بذهول، ولولا ستر الله لأصيب بسكتة قلبية. أول ما خرج سعيد من الغرفة بعد 10 دقائق عندما تأكد أنه خرج من المشفى، جاءت ممرضة وبدأت تضرب الأم بالكفوف على وجهها وتضربها على معدتها وتقول لها: أقلت له شيء؟ إن قلت له شيء سأقطع لسانك، سأضربك وسأمنعك من الطعام. تضربها بوحشية وكأنها حيوان. أعزائي المستمعين والمستمعات، كما قلنا قد وضعها سعيد في غرفة مجهزة 5 نجوم كما يقولون، ومجهزة بكل شيء. أول ما قاموا به بعد أن ذهب سعيد وقاموا بضربها، أن نقلوها إلى غرفة أحقر من تلك الغرفة 100 مرة، ربما الجرذان ترفض أن تعيش بها. ومن جلس في تلك الغرفة أعزائي المستمعين والمستمعات؟ إحدى الممرضات الشيطانات اللواتي وكلهم صاحب الدار بأولئك المسنين المساكين. هو يراقب أمه بالسوار كيف تبكي وتضع يديها على وجهها، وكيف تدعو الله، وكيف تدعوه أن تموت فترتاح من هذه الحياة وأن لا تعذب ولده، وتدعو: اللهم اهدي ولدي، اللهم اغفر لي ولدي. تصوروا كل ما حدث معها، ولا تريد أن تدعو على ولدها بالسوء. وتلك الممرضة الشيطانة تجلس في الغرفة ترقص وتلهو وتلعب كيفما تشاء. لذلك قالوا لسعيد: انتظر بعض الوقت، لأنهم كانوا يريدون أن يجهزون الأم، يلبسونها ملابس جيدة، يخرجونها من الغرفة التي تأبى الجرذان أن تعيش بها، ويجعلونها تعود إلى غرفتها، ويجهزون الأمور تماما تمثيلية من أسوأ ما يكون. كاد سعيد أن يصاب بسكتة قلبية، ولكنه الآن لا يريد أن يأتي إلى الدار منفردا. أخذ شريط التسجيل وتوجه بشكل مباشر باتجاه مخفر الشرطة. وضع التسجيل أمامهم، قام بإدعاء شخصي ضد دار المسنين وضد تلك الممرضة التي هو لا يعرف اسمها، ولكن صورتها موجودة ضمن الشريط. وتوجهت الشرطة بشكل مباشر ليخرجوا الأم من الغرفة، كما قلنا الغرفة السيئة للغاية التي دارت في مرضها ومن تلك الأمور. وقاموا بأخذ تلك الممرضة مع ممرضة أخرى متواطئة معها، وقاموا بأخذ صاحب الدار ومن تلك الأمور. وقامت الدنيا وقعدت في تلك الدار، وأعاد سعيد إلى أمه التي لم ينفك أن يقبل يديها وقدميها طوال الوقت ويطلب منها المغفرة، وقام على خدمتها بشكل شخصي. والمال الذي كان سيضعه في الدار أحضر لها خادمة شخصية. أما زوجته فقال لها: أنت أمام خيارين اثنين، إما أن تقبلي بوجود أمي واحترامها وتقديرها حتى آخر لحظة في العمر، أو عودي إلى منزل أهلك وأنت طالق. والحقيقة أن الزوجة اختارت الطلاق، لأن نفسها السيئة لا يمكن أن تعود عنها أبدا. أعزائي المستمعين والمستمعات، أخذ سعيد ولده من أمه التي أعطته إياه بطيب خاطر، لأنها تريد أن تبدأ حياة جديدة ليس فيها طفل يعوق. وبدأت الجدة تربي حفيدها، ومنذ ذلك اليوم سعيد يقبل يد وقدم أمه في الصباح والمساء. انتهت كوابيسه وانتهت أحلامه السيئة، وبدأت حياته تتحسن، وبدأت البركة تعود إلى بيته. وفي كل يوم يقول لأمه: لو بكيت الدهر كله، ولو تأسفت منك العمر كله، لن أستطيع يا أمي أن أسامح نفسي للحظات فظيعة جعلتك تمرين بها. لماذا ترمي والدك دارا للمسنين، أو أمك، أو حتى خالتك إذا لم يكن لديك أم أو أب وأنت مسؤول عنها؟ ما يضرها، تجلس في بيت، طعامها قليل وحركتها قليلة، وتدعو لك والبركة موجودة فيه. أي موضة هذه التي بدنا الآن أعزائي المستمعين والمستمعات نقوم بها؟ أنحن كفار مسيحيون نحن أم يهود؟ من من المسلمين أو من الصحابة رمى أمه أو أباه؟ كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا جاء أحدهم يريد الجهاد يقول له: ألك أب وأم؟ يقول: نعم. يقول: ألك من يعينهم؟ يقول: لا. ويقول له: عد، لا جهاد لك، لا جهاد لك في سبيل الله، جهادك مع والدك وأمك. ونحن الآن من أجل زوجة، من أجل طفل، من أجل علاقة حميمة أقومها مع زوجتي تستغلها بي، أرمي أمي وأرمي أبي في دار للمسنين لأشخاص لا يخافون الله؟ أين أنتم عباد الله؟ استيقظوا، أفيقوا، أفيقوا. سعيد تدارك خطأ، وضع كاميرا وأعاد أمه إلى البيت. أنت من وضعت الآن أباك وأمك في دار المسنين ولم تضع كاميرا،
ولم تزرهم ولم تنظر إليهم، وربما تتصل في كل يوم وتقول أماتت فلانة؟ هل مات فلان؟ تريد أن تريح رأسك، وربما تنظر إلى أن تأخذ الورثة منهم. لن يسامحك الله في الدنيا والآخرة، ولن يعطيك البركة لا في الدنيا ولا في الآخرة، وسوف تكون ملعونا في الدنيا وفي الآخرة. إن بركتك بين يدي والدك، أنت ومالك لأبيك، وجنتك عند أقدام أمك، الجنة تحت أقدام الأمهات. باعتبار أنك رميت ولدك والدك، فعرف أن البركة محت من بيتك. باعتبار أنك رميت أمك، فاعلم أن الجنة كلها ذهبت من بين يديك. عش ما شئت، تمتع ما شئت، فاعلم أن غضب الله قد حل عليك في الدنيا والآخرة. الآن قوموا قومة واحدة وأعيدوا والدكم أو أمكم التي أو الذي رميتموها في دار المسنين، واعلموا أن الله يرى، واعلموا أن ما رميتموه اليوم سيأتي من أولادكم من يرميكم غدا. فالدنيا وفاء، ولن أقول سوى حسبي الله ونعم الوكيل بمثل هؤلاء الأولاد الذين لا يخاف. إذا أعجبك المقطع عزيزي المستمع، فلا تنسى الضغط على زر الاشتراك. إن كنت مشتركا في القناة فإني أدعوك إلى التعليق، وإن لم تكن مشتركا فإني أدعوك إلى الاشتراك. وشكرا لحسن الإصغاء، وأتمنى من المقطع أن ينال إعجابك. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد، وانشر المقطع ليعم الأجر والفائدة للجميع. ولا تنسونا من آرائكم وتعليقاتكم، ونحن نحترم آرائكم وتعليقاتكم ونأخذها بحامل الجد. وشكرا وجزاكم الله خيرا.